للنشر هذا الأسبوع. للنشر يستضيف الطبيب الهندي الذي يعالج الأمراض المزمنة بجس النبض لأنها بحاجة لزرع خلايا نخاع شوكي، استنجدت باميلا بالرئيس سليمان خلال زيارته أستراليا، وللنشر يأتي بها إلى لبنان. آخر علاج للفساد الرسمي، قراصنة يرفعون الصوت إلكترونيا. بالمستندات، هكذا يشتري الفنانون المعجبين على تويتر وفيسبوك. للنشر مع طوني خليفي، السبت بعد الأخبار على الجريدة.